بزلط فضة. ايويها نحن الصبورين عالزعلان لا يرضى. ايويها يا دمر عالي ويا نعنى عربي على مية. ايويها وانت لبابوش من المليون للمية. ايويها ما طيح راسي شياب انت الكباري. ايويها ارفع راسي يا ملكوت الراسي. ايويها لا عرف فيكي ولا ما قالت الناسي. تثبيت هذا التراث كتير مهم لأنه هو بيأكد على التنوع وعلى ثراء البلد. فبتعرف هلا حتى باليونسكو يعني قديش مهم قصة حفظ التراث اللامادي، فهن بجهدهم الشخصي عملوا. لحتى نكون في مصداقية وتوثيق حقيقي للشغل، فنحن استعنا بنساء الكبار بالعمر وبالأصدقاء والأقارب اللي من كل منطقة، أنه كيف تحكوا يجوا يحضروا البروفا ويصلحوا لنا. في تغيير كتير كان عم بيكون بمستوى انه العالم عم تنتقل من مكان لمكان، فنحن بنخاف للسنوات الجاية انه تفقد المناطق السورية هويتها ويعود فيها هوية حقيقية. فهذا الشيء كتير مهم، وخاصة انه هنا صبايا صغار بالعمر وعم بيتعلموا هذا الشيء اللي هو بيرجع يمكن لمئة سنة لورا اذا مو اكتر. فهي الحالة كتير حلوة بتعطينا لسه انه في امال انه الجيل الجديد قادر يحافظ على الهوية السورية بكافة اختلافاتها.